فتشوفون هسه هذا الشغل ما موجود بالمستشفيات، بس ليش ناخذه؟ ليش؟ شو قولولي ليش؟ يعني غير اجي اعرف الاساس هاي البكتيريا على الجهاز جاء اشتغلها وشخصها هيك، غير اعرفاني على اي اساس. زين، فاحنا يعني بس هذا الشغل كانوا طبعا قبل يشتغلون به، بس بعدين هسه من قلت لكم هذا صار التطور واجهزه حديثه. زين، قامت كل هاي الاشياء اختزلت انه انا تجيني العينه اخذها سامبل بلاد يورين شنو سبيوتا، تدخل لي بالجهاز هو راح يطلع لي شنو نوع بكتيريا، يا جينات يا سبيشيز، هل هي ريزيست اور سنسيتيف انتيبايتيك. واحنا هذا اللي نريد نوصل له، هسه تاخذوها باخر مختبر نحطكم اياه وتشتغلوا. زين، واشخصها. بس كاساس عمل انا لازم اعرف انه هاي على اي اساس عمل دا يشتغل ودا يطلع لي الجينات والسبيشيز. فالبايوكيميكال هو الحد اللي راح يبدي من خلاله انا اقدر اشخص الجينات والسبيشيز مالت البكتيريا. انا لحد السكريننج قلت لكم ما اقدر اشخص جينات والسبيشيز. زين، اول الاختبارات اللي راح ناخذ طبعا بالمناسبه خليني اقول لكم على مضمون تجون بعدين هاي. من اجي اشتغل البايوكيميكال، من تجون قصدي تقرون البايوكيميكال، ما اجي اقراها هذا الاختبار من تقروه هيك انا اقول لكم لي قدام ما تاخذون لا درجه ولا راح تنجحون ولا راح يصير هاي. اسويه على شكل جدول، اسويه على شكل جدول. هذا الجدول شنو بيه؟ بكل اختبار هسه راح نعطيكم شنو هو الانزيم او هذا الاختبار على شنو انزيم بكتيريا اعتمد عليها، شنو نتيجة يا انزيم سوى لهذا الانزيم، ما اريد الباثواي مالته، بس ايش سوالي؟ سوالي تغير باللون، سوالي بروكن، سوالي هيدروليسيس، سوالي اوكسيديت. زين، يا انزيم هذا اشتغل شنو اسمه؟ شنو هي البكتيريا اللي تعطيني بوزيتيف لهذا الاختبار؟ من هي اسمها الساينتفك نيم، الاسماء العلميه هسه راح اصير لك عندكم الاسماء. زين، من هي تعطيني نيجاتيف لهذا الاختبار؟ زين، فبعد شنو عندنا؟ مثلا اكو اختبارات فيها فد اوصاف يعني معينه نستخدمها. زين، همين نثبتها. الرياكشن اللي دا يصير عندي سوى هذا، قلت لكم الانزيم شنو طلعت عندي الريزلت. اذا تحفظوا بهذا الطريقه انا اقول لكم تاخذون بي درجات. تحفظوا لي اياه دي 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 شرح. زين، وتعلموا هذا مبدا عمل يعني حفظ لكم، لا تظنون اكو مواد صح يحتاج لها انا احفظها واقراها. زين، بس احنا عملي، والعملي تدشفون كله يعني تجربه اشتغلها اشوف النتيجه مو زين. فبالاوكسيديز هنا أنا اول اختبار هو الاوكسيديز. هذا الاختبار طبعا يكون خاص ببكتيريا، لانه ها اغلب الاسماء مال الاختبارات ماخوذه يعني مشتقه من اسم الانزيم اللي تنتج هاي البكتيريا. هل هي تنتج هذا الانزيم؟ راح اشوف شنو المسار مالته. هذا المسار مال هي راح تطلع لي الكترون، وهذا الالكترون ينتقل ويروح للدوره مال كريبس. هاي يعني كلها ما اريدها، بس المهم قلت لكم هاي النقاط تحفظوا لي اياها كبات واي، ما اريد مال ميكانيزم، حفظوا لي هاي الاشياء الرئيسيه. هذا الاختبار خاص بمن؟ طبعا الانتيروبكترياسي، كل الفاميلي او كل جيناس اللي تابعه بالفاميلي مال الانتيروبكترياسي تكون نيجاتيف لهذا الاختبار، ما عدا بس تو جيناس اللي هي من هي؟ السيدوموناس ارجنوزا والنيسيريا، تكون بوزيتيف لهذا الاختبار. يعني هذين الجيناسين عندهم الانزيم اللي هو الاوكسيديز. زين، انزيم اللي راح يدخل بالباث واي مالت هذا السايتوكروم، انا كلها قلت لكم ما اريدها. زين، واستخدم عندي هنا فدري ايجن، اذا عندنا فدري ايجن، اذا عندي فد انديكيتر هم هذا مطلوب. هنا انا راح استخدم فدريجن. احنا الريجن طبعا سوينا لكم اياه الاختبار، بس الظاهر الريجن مالتنا ما يشتغل.
المفروض ورا ما اطلع الكلتشر مالتي اضيف انا الريجن اللي هو الاوكسيدايز ريجن، ماكو هذا الاسم الطويل الواحد بالنيا سوليوشن اوف ده، هذا مطلوب من عندكم تخبروه زين. المفروض من اخليه على الكلتشر يتحول اللون الى بيربلز اللون البنفسجي، يعني انا هاي البكتيريا عندها هذا الانزيم، من اجيت خليت الريجن مالتي زين اعطاني الريزلت البوزيتيف، بس احنا هنا ما اشتغل ما اعرف ليش وما اشتغلت. طبعا هم لوش اول شيء اختبارات هوايه ويحتاج لها وقت، تحضرون وتجون ثاني يوم، انتم ما تجون ثاني يوم بعد من الكلتشر ايست من عندكم زين، فراح تظهر لي حطينا لكم ذن الصور، فراح تظهر لي بهذا الشكل. يا اما اذا على البلاي راح اشوف راسا اللون ورا هيك دقيقتين ثلاثه يتحول الى لون بنفسجي زين، او راح اذا اسويه على الفلتر بيبر، انا هذا مشتغلته من كنت بالماجستير زين، احط العينه مالتي على الفلتر بيبر ورا ما اجي معهن واريد اسوي له الاوكسيدايز تيست، يا اما حاطتها ببروت يا اما بالمجيد، اخليها على الفلتر بيبر واخلي الريجن تقريبا دقيقتين ثلاثه اشوف التغير. انطتني لون بيربل اذا هاي بوزيتيف، هاي نيسيريا او سيدوموناس اوريجينوزيس، ما صار عندي هذا التغير باللون اذا هي نيجاتيف زين زين، او على السواب زين، انا من الكلتشر مالتي اخذ بالسواب واضيف عليه الريجن تمام. اذا هنا انا شنو عندي، عندي ريجن، عندي نوعين من البكتيريا تكون بوزيتيف لهذا الاختبار اللي هي سيدو والنيسيريا، واني اني تايب اوف جينات تابع للانتيرو بكتيريسي فاميلي تكون نيجاتيف، اللي احنا نعطيكم عليها مثال الشكل السالمونيلا الكريبسي الاشريشيا كلها اي نوع، انت لو تكتب لي بس الشكل مثل ما انا كاتبتها ما احط لك عليه درجه تمام. هذا اول اختبار اللي هو الاوكسيدايز. ثاني اختبار اللي هو الكاتاليز، طبعا هسه هم نشوف هذا اسم الاختبار مشتق من الانزيم اللي هو الكاتاليز، لان هاي البكتيريا عندها القابليه على استياج انزيم الكاتاليز. بالمناسبه اسم الانزيم شلون اعرفه؟ النهايه مالته منتهيه بالاي اس اي، فهذا انزيم زين. الريجن هنا من هو عندي الهيدروجين بيروكسيد، ايش راح يسوي الهيدروجين بيروكسيد اللي هو هذا 2H2O2، راح يسوي لي بروكينج المن لل H2O2 زين. اذا هي البكتيريا عندها هذا الانزيم، من اجي اضيف ال H2O2 راح راسا يصير عندي بابلز ووتر، يصير عندي بابلز من ايش؟ من الاكسجين، الاكسجين مو غاز فيصعد غاز زين. فمن اجي انا هذا بين من يميز لي، يمكن ما موجود بالمحاضره هسه اعدلها واضيف لكم اياها، بين الستاف وبين الستريب، الستاف تكون بوزيتيف لهذا الاختبار والستريب تكون نيجاتيف. هسه شوفوا من اجي اضيف الاوكسيدايز، جيت سويت لها انا جرام ستين وطلعت لي كوكاي زين، اقولها من هي ستاف لو ستريب زين. من اجي اسوي لها الكاتاليز وهذا يكون الحد الفاصل بيناتهم، راح تظهر لي بشكل بابلز. شلون الوقفه مالت السيفن والبيبسي باعوها تشوفون زين، هاي فقاعات البابلز طلعت، هذا الاو 2 يتكون عندي H2O2 زين، H2O زين. هاي هنا هسه بين ما ميزت بين الستاف والستريب كجيناس مو سبيشيز زين. الاختبار الثالث اللي هو الكواجوليز، كواجوليز هذا الكواجوليز راح يميز لي بين تو سبيشيز اوف ستار، يعني اني اجي الستار على مود اميزها هل هي باثوجينيك اور نون باثوجينيك زين، راح اسوي لها طبعا هذه الصور مالت الكاتاليز، يا اما اسويها على البليت يا اما على السلايد يا اما باليوتيوب، بس هي نفس المبدا كلها راح تعطيني البابل. بالكواجوليز راح اميز اني بين الستار تو سبيشيز اوف ستار اللي هي الباثوجينيك والنون باثوجينيك. من هي الباثوجينيك عندي؟ ستافيلوكوكس اوريوس، ستافيلوكوكس بايوجين، نيمونيا، هذول كلهم باثوجينيك. النون باثوجينيك اللي هي الابيديرمس اللي هي النورمال اصلا الفلورا موجوده بالسكن
اي مكان هسه اسوي من عنده، اخذ من عنده اسوي مسحه تطلع لي ستافيلوكوكس ابيديامس. زين، فالكواجوليت ايش راح يسوي؟ طبعا هذا الشان راح اسوي عندي اي ميديا. قلت لكم احنا من كنا نحضر الميديا قلت لكم اكو ميديات خاصه بها فد انديكيتر بها فد نيوتريانت معينه للبكتيريا. فهنا أنا راح نستخدم الرابيد بلازما ميديا تكون مزوده بالبلازما. من تجي هاي البكتيريا وحاويه على الكواجوليت ايش راح تسوي؟ هذا الانزيم راح يسوي لنا كلوتينج لنا للفايبرين. زين، فتصير على شكل خيوط. زين، فهاي تعطينا الريزلت البوزيتيف. اذا ما اعطتني هذا الشكل، اذا هاي هنا النتيجه مالتي نيجاتيف. اذا هذا الاختبار شنو استخدمت بيه؟ شنو اسمه؟ شنو الانزيم؟ شنو هو الريجن؟ زين، هيدروجين بيروكسيد. بمن ميزت؟ ميزت الستاف الباثوجينيك عن النون باثوجينيك، مثال مين عليها؟ هاي ستافيلوكوكس اوريس، هاي ستافيلوكوكس ابيديرمس. زين، بعد منو عندي يا اختبار هسه صار شلون واحد اوكسيديز كاتاليز كواجوليز. عندنا جيلاتينيز، هذا ايضا ماخوذ الجيلاتين او هايدرولايسيس ماخوذ اسم الانزيم من وجود البكتيريا اللي انتاج انزيم الجيلاتينيز. من تنتج هذا الانزيم؟ يعني هي جيلاتينيز من اسمه، يعني وين راح يشتغل عندي؟ على الجيلاتين. زين، انا جيت زرعت البكتيريا بالميديا الخاصه اللي هي حاويه على الجيلاتين، مو قلت لكم اكو اوساط خاصه. الجيلاتين يكون حاوي على الجيلاتين، لأن من هي البكتيريا عندها انزيم الجيلاتينيز وجيت أنا زرعتها على هاي الميديا، إيش راح تسوي للجيلاتين؟ راح تسوي له هيدروليسيس، راح تحلله. زين، فأنا من أجي أطلعها؟ أجي أزرعها وأخليها بالحاضنة، أجي ثاني يوم أطلعها أريد أشوف الريزلت مالتي، إيش راح أشوف؟ راح أشوفها لكود كلها صايرة، مو؟ ايش اقول؟ اقدر انطي هنا نتيجه؟ اقدر اقول هاي الريزلت هنا بوزيتيف؟ تعبانين يا الله. لا، ليش ما اقدر انطي هنا ريزلت؟ لان الانكيوبيشن هي اصلا دافيه او فيها حروره، والجيلاتين قالت لكم انا عليه قبل مثل الجيلي، شلون الجيلي؟ من هو حار يتصلب؟ لا، فهنا انا ما اقدر راسا انطي النتيجه. ليش؟ المفروض شو اسوي؟ ابرده درجة حرارة زين 4 درجة سيليزي احطها بالثلاجة وراها اطلع اشوفها اذا متجمد. يعني شنو؟ يعني نيجاتيف، لانه هاي البكتيريا ما تنتج انزيم الجيلاتينيز اذا ما حللت الجيلاتين الموجود بالميديا. بس اذا لا صاير ليكويد اذا هذا الريزلت هنا تعطيني اياه بوزيتيف، يعني حللت الجيلاتين. منو ينطيني هذه الرزاق؟ الشريشة كولاي تكون نيجاتيف لهذا الاختبار، والبروتياس بلغاريس تكون بوزيتيف للجيلاتين. زين، بعرف قد اسماء صارت عندكم علمية، هذا بروتياس شريشة لاكا ستاك ستاك ستريل مو سيدونيز ما جيلاتين اللي ميعت لي الجيلاتين، يعني استهلكت الجيلاتين. هاي من هي اذا استهلكت الجيلاتين؟ يعني شنو؟ يعني عندها الانزيم، يعني بوزيتيف. زين، اللي هي من هي؟ البروتياز بلغاريس. واذا لا ما عندها هذا الانزيم، يعني ها هي راح انا من احطها بالثلاجه واطلعها راح يرد يتصلب. احنا الجيلاتين قلنا يتجمد بالبروده،
إذن ها هي هذا موجود الجيلاتين دي، يعني البكتيريا الموجودة بهذا الكلتشر ما أخذت لي ما محللت لي الجيلاتين، إذن نيجاتيف اللي هي الشريشيا كولاي. زين بعد منو عندكم؟ عندنا اليوري اللي هو أيضا الاسم مالته مشتق من وجود هذا الإنزيم، إذا الإنزيم موجود بالبكتيريا وحللت لي اليوريا، طبعا اليوريا ايضا تجيني بشكل ميديا. زين لونها يكون اصفر، او هي اكو اصفر واكو هي اصلا هسه تجي برتقالي، هسه بس اثبتلكم اياها هاي المعلومات. زين ايش راح يصير هنا؟ راح يصير عندي بي انديكيتر، راح يصير عندي تغير بالبي اتش، فيصير الكالاين. زين راح يصير الكالاين القاعدي الوسط قاعدي، فراح يتغير اللون من لونه زين اللي هو يا اما اصفر او برتقالي، هو مرات يجي برتقالي ويتغير. اذا صار احمر يعني هاي هنا نتنية البكتيريا استهلكت لي اليوريز. زين والوسط تغير الى الكلاين، اذا الريزلت مالتي منو؟ موجبه. منو يعطيني اياها؟ البروتيس. انا هنا ما اعطيتكم اياها، ابتدى ساعد لكم اياها واجهز لكم اياها المحاضره. زين واذا انطتني نيجاتيف راح يبقى لونها اورنج، اللي هي هنا راح تصير الاشريشيا. زين يبقى شنو عندنا؟ اختبار الاخير اللي هو من هو الستارش هم راح اعدله وادز لكم اياه بنقص، لانه اكو اشياء ما بعرف واعطيكم غير مثل على مود تميزون بالستارش. هنا ايش راح يصير؟ انه انا همين عندي وسط خاص اللي هو الستارش، هذا الستارش اجار، هذا حاوي على هي البارتيكل مال الستارش واللي تكون احجامها كبيره. يجي هذا الانزيم، اذا البكتيريا حاويه على هذا الانزيم راح تكسر لي الستارش الى من المتعدد للاحادي. زين لانه حاويه على انزيم مو انزيم الستارج، هذا انزيم اسمه بحد عن اسم التيست اسمه الاميليز. زين فاذا البكتيريا حاويه على انزيم الاميليز راح تفكك لي السكريات الموجوده الى احاديه، وراح يصير عندي ها هنا أنا ما اقدر راسا همين اجي اطلعه واشوف الريزلت. ايش راح اضيف؟ راح اضيف الانديكيتر مالتي اللي هو هنا الجرام ايودين. مو كنا نستخدم ايودين بالكيت مالت الجرام ستين؟ اذا بقى لونه بني هاي نيجاتيف، اذا تحول لا صار فلوريسن هذا بوزيتيف. هم يعني الاشريشيا راح تكون نيجاتيف والبروتيس تكون بوزيتيف. احنا منطيكم بس هذني الاجناس لانه هن هذني الباثوجينيك. بالمحاضره يمكن ما موجود، بس هسه اضيف لكم اياه اليوم بس اعدل على المحاضره واصعد لكم اياها على الكلاس. زين راح تظهر لي بهذا الشكل. فشوفوا ايش قلت هسه تذني بس ست اختبارات، صار بها كم ريجين كم انزيم كم طريقة، هذا بوزيتيف هاي نيجاتيف. زين هاي اذا طلعت لي هيك لونها بوزيتيف، هاي اذا طلع مو، اذا تجون هيك تقروها ما راح تبقى ببالكم، سووها بشكل جدول وحفظوها اسهل لكم، لان بعد راح تنضاف عليها مال اسبوع الا. زين لهنا انا خلص المختبر مالتنا، اذا عندكم سؤال تجون تسالون. وقلتلكم على الامتحان بتقول هاي يعني اعتبروها شلون نصيحة يعني ما اعرف، بس المهم اريد اشوف في التحسن. عندكم شيء؟ اوراقكم من حقكم تشوفوها، بس البنات ما اعرف اسبوع اذا بس ينظموها اي البنات المعيدات ان شاء الله وكلكم تشوفوها.